خلينا نروح لمقر اقامه الفرقه النهارده في اسكندريه، وهيكون معانا زميلنا فاروق صلاح من هناك. فاروق مساء الخير، ويعني نطمن منك، يمكن ثلاث ساعات بتفصلنا عن المواجهه المنتظره، مواجهه كبيره جدا بصرف النظر عن المنافسه على الدوري. يبقى تبقى مباراه الاهلي والاسماعيلي دايما محط انظار جماهير الكره في مصر بشكل عام والاهلاويه بشكل خاص. طبعا كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا مش هزيد على الكلام اللي انت قلته زميلي احمد. طبعا مباراه في غايه الاهميه، يبقى واحده من اهم المباريات اللي بتنتظرها جماهير كره القدم المصريه، ودائما مباراه الاهلي والاسماعيلي بتبقى مباراه لها طابع ثاني. ما يعني برضو وجود النادي الاسماعيلي في المركز الحادي عشر للدوري المصري لا يقلل من قيمه واهميه المباراه. يبقى الاسماعيلي واحد من الفرق الكبار في الكره المصريه، وده الكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ والدور النفسي اللي بيشتغل عليه، كلام مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين على اهميه المباراه وضروره عدم النظر الى موقع نادي الاسماعيلي في جدول الترتيب. يمتلك عناصر مميزه مع مدير فني اكثر من رائع هو الكابتن ايهاب جلال. يعني لو هنتكلم على الاعداد لهذه المباراه في اكثر من شق نقدر نتكلم فيه زميل احمد، وانا عايز اتكلم بالتحديد على الكابتن سيد عبد الحفيظ. في امور كتير جدا بعض الجماهير ما تعلمهاش او ما تعرفهاش. وجودنا مع الفريق بصوره مستمره، قريبين من الاحداث، شايفين كل الامور. عايز اقول لك انت عارف ان كل يومين او كل 48 ساعه بتلعب مباراه، الوقت بيبقى قصير جدا انك تتكلم في نواحي فنيه او خططيه او تعالج اخطاء، لكن الشيء الاهم هو الناحيه النفسيه. الناحيه النفسيه، وخلينا نتكلم على الكابتن سيد. الكابتن سيد عبد الحفيظ دوره مهم جدا في هذا الامر، الرسائل اللي بيوصلها للاعبين، تحفيزه للاعبين، كلامه مع اللاعبين يعني بالامس في التدريب كلم مع اللاعبين، انا ما ينفعش ان انا اخسر الدوري ده، لازم ما نكسلش او نبخل بنقطه عرق واحده عشان نسعد جماهير النادي الاهلي. الكلام اللي بيقوله الكابتن سيد مش ده الكلام كمان للفريق اللي لسه واخد بطوله افريقيا من كم يعني من فتره قصيره، لا ده اللعيبه بعد بطوله افريقيا الدافع ما قلش، لا ده الدافع بيزيد، انك تحافظ على بطولة وانك توصل لهذه القمة القارة السمراء ده بيولد دوافع جديدة. علشان كده الكابتن سعد عبد الحفيظ بيتكلم مع اللاعبين على هذا الامر، وضرورة ان انا احفز اللاعبين، وضرورة ان انا الدوري ده اركز في كل مباراة. ايضا مستر بيتسو موسيماني في كلامه مع اللاعبين اتكلم مع اللاعبين قال لهم يا ريت ما نحطش ضغوط على نفسنا، بعدم يا ريت ما ننظرش لمباراه الخصم، نركز في مباراتنا، احنا عندنا ست مباريات، نفوز بالست لقاءات هنكون ابطال الدوري باذن الله. عايز اكلمك زميلي احمد على تفاصيل اليوم، وخليني اقول لك ان اجواء اكثر من رائعه من هنا في مدينه الاسكندريه. اكلمك في درجه حراره تتراوح ما بين 30 ل 28 درجه مئويه، جو اكثر من رائع، يعني ان شاء الله في توقيت المباراه درجه الحراره تبقى ما بين 27 ل 26 درجه مئويه، اجواء اكثر من رائعه. فندق الاقامه اللي يقيم في النادي الاهلي بيبعد عن استاد الاسكندريه بمسافه من 10 دقائق ل 15 دقيقه، يعني طبعا لكن انت عارف توقيت الازدحام دلوقتي في مدينه الاسكندريه وانها مقصد لكثير من يعني ابناء الشعب المصري، تقدر تقول ان الطريق ممكن يتراوح ما بين 20 ل 25 دقيقه. ايضا النادي الاسماعيلي بيقيم في نفس فندق اقامه النادي الاهلي، الروح الرياضيه ما بين الجميع، طبعا مباراه في 90 دقيقه، لكن نقدر نقول ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. كواليس يوم النادي الاهلي النهارده زميلي احمد، كان اللاعبون تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3. منذ لحظات انتهت المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، طبعا بيدي تعليماته الاخيره للاعبين، من خلالها بيعلن التشكيل وبيدي اخر ملاحظاته للاعبين. ما بين الفتره اللي كانت ما بين وجبه الغداء كان في نقطه مهمه جدا، مستر بيتسو موسيماني كان قاعد بيتفرج على بعض الفيديوهات الخاصه بفريق الاسماعيلي، بيذاكر الفريق كويس جدا، اجتمع مع يوشا وموسي محلل الاداء، وقف على نقاط القوه والضعف، لكن ان شاء الله ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا قادرين النهارده على تحقيق الانتصار وتكمله المشوار في الحفاظ على بطوله الدوري باذن الله. ان شاء الله انا موجود معاك زميلي احمد، لو في استفسار او اي تساؤل بخصوص النادي الاهلي بشكرك، وايضا لو حابب نقرب جماهير النادي الاهلي ايضا من معسكر النادي الاسماعيلي. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح، وانت عارف حلقتنا النهارده بيبقى وقتها ضيق جدا، بشكرك. ويمكن دي كانت اخبار الفريق من داخل مقر اقامته في اسكندريه، كل التوفيق لرجالتنا النهارده.